استاذن طبعا استاذه رحاب، نطلع بمقادير الاسبرينج رولز بالسي فود، مقاديره على الشاشه. اسبرينج رولز بالسي فود مقاديره على الشاشه. تشكيله بالسي فود شعريه، زيت سمسم، صويا صوص، كل دول مع بعض، ونشوف هنعمله مع بعض ازاي. كده السمك الفيليه جاهز معانا اهو، هنخليه قدام عينينا كده ونخش على الاسبرينج رولز اهو. طاسة على النار شديدة الحرارة، حلو قوي. بنحط فيها شوية زيت سمسم، بسم الله الرحمن الرحيم، زي الفل. ما تكتريش يعني، لأن الزيت ده بعد الفليفر بتاعه عالي جدا. معاهم شوية زيت زيتون. الأكلات اللي هي من المطبخ الصيني أو الطلياني أو الياباني دايما بيبقى زيت الزيتون غالب فيها. حلو قوي. معانا شوية جمبري. المقادير الاسبرينج على الشاشه. بصلايه حلوه، بصل، توم، تشكيله من السي فود بالشكل ده كده، وناخد شويه الجمبري الحلوين دول. معانا شعريه صيني. ما عندكيش شعريه صيني، نحط الشعريه بتاعتنا اهو بالشكل ده كده. شوية الجمبري دول بتحمروا بالشكل ده كده. والله أنا ممكن أحط معاها كاليماري، أحط معاها سبيط زي ما أنا عايزة. حلو، اللهم صل على النبي. أنا معايا كاليماري ومعايا سبيط، هستخدمه طبعا في الفرايد رايز بتاعي، ممكن أخد شوية كمان أستخدمهم في الاسبرينج رولز بتاعنا وإحنا مع بعض كده واحدة واحدة. ولكن خلينا نتكلم عن الرخويات اللي بتبقى موجودة في البحر. يا إما سبيط يا إما كاليماري، الاثنين موجودين معانا. استخدامنا ليهم بيكون طبعا في تشكيله من شوربه، او ان احنا نستخدمه في فرايد رايز زي ما احنا عايزين حسب الرغبه. تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. الجمبري بتاعنا في قلب النار مع زيت السمسم، طبعا مش هستخدم ملح بالشكل ده كده. دي كاليماري حلوه، تعالي ناخدها بالشكل ده كده اهو، سكينه حاميه وقطعها رفيع كده عشان تستوي مع الجمبري بالشكل الدائري ده كده، واخلي الباقي معايا للفرايد رايز. اللهم صل على النبي، تعالى هو ده. ونقلب دول كده مع بعض. النار ضعيفه ليه؟ زي الفل. معايا هنا ليمون معصفر، انا بحب الليمون المعصفر ده في ليفر جوه الخلطه، بيدي تيست عالي. شفت دي ازاي اهي؟ ليمونه من البرطمان اللي انت جايباه او اللي انت مخليلاه، حطها جوه خلطه الحشو بتاعت السبرينج رولز، هيبقى طعمه مختلف، هيبقى فليفر حلو فاتح للشهيه. طبعا مش هنحط ملح هنا خالص لان الليمون ده برده فيه نسبه ملح. حلو قوي بالشكل ده كده. اضافات كده بتاعتك انت بتخليك تميزك في المطبخ. نقلب دول كده مع بعض. معانا الشعريه الصيني دي يا مخرجنا يا جميل اهي. الشعريه الصيني ديت انواع في السوق، في منها الرفيعه جدا وفي منها التخينه شويه بالشكل ده كده. انا جايب الاثنين. دي بتتعمل من دي الرز عشان نبقوا عارفين، بتتصنع من دي الرز غير المكرونه، من الدي العادي اهي. بناخد الشويه دول كده بنحطهم هنا، ونخلي ده كده على جنب، ونحط شويه ميه كده. انا عملت الحشوه بتاعه السبرينج رولز. عندك حلبه او نبته الحلبه اللي احنا عارفينها دي، بتتباع في السوبر ماركت او انت تعملها في البيت. اخواننا الصينيين واليابانيين بيحبوا يستخدموها في الحشوات بتاعه السبرينج رولز زي ما انت عايز. نسيب ده يغلي على النار، وناخد بعدنا نطلع فاصل صغير عشان الخليط ده ياخد غلوه، وبعد الغلوه دي نسيبه يبرد، وبعدين نلف مع بعض رقائق السبرينج رولز بالسي فود. ومعانا السمك الفيليه بتاعنا كريسبي مقلي بطريقه سهله وبسيطه لكل الامهات اللي حابين يعملوا لاولادهم اكله سمك. ما ننساش طبق رز جامد جدا النهارده فيه كل مأكولات البحر، فرايد رايز بالسي فود. لتفاصيل صغيره ولكن بتاخدنا للمطابخ العالميه النهارده باكله سمك. عشان نقول الحقيقه يعني، النهارده لا مشوي ولا مقلي ولا صينيه ولا سنجاري ولا زيت وليمون
ولا طبعا باتر فلاير، الحاجات اللي احنا متعودين عليها. انا معايا النهارده الاسبرينج رولز بالشكل الجميل الحلو، الفليفر بتاعي الصويا صوص وزيت السمسم، ما نحرموش طبعا من برشه من الكزبره الخضراء، اوراق الكزبره الخضراء، بلاش العروق من فضلك، تنزل هنا زي الفل. ايه كمان يا عم الشيف؟ هو ده بصل اخضر برضو، العروق بتاعته كده لطيفه، ونخلي بقيه البصل الاخضر ده للفرايد رايس بتاعي، بناخد دول كده. حلو الكلام. طبعا دول بينضافوا في الاخر خالص عشان الخضار والجمال يبان. مع الشعريه، حشوه لطيفه جميله هتعجب الصغير والكبير. هناخد دول زي ما هم كده، بنسقطهم هنا. الله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ عجينه الاسبرينج رولز بنجهزها ونحضرها. عايز الف شويه اسبرينج رولز حلوين كده. اللهم صل على النبي. نظافه مطبخك اول باول. الصوره الحلوه مع اكله سي فود النهارده بطعم تاني وشكل تاني تتحدث عن نفسها. ادي الحشوه بتاعتنا بتاعت الاسبرينج رولز موجود معانا. تعالوا نحشيه ازاي ونلفها ازاي ونقفلها ازاي وازاي ما تفكش مننا في قلب الزيت. ده مطلوب. السوبر ماركت فيه نوعين من العجينه بتاعت الاسبرينج رولز، عباره عن واحده بالبيض وواحده من غير بيض. جيب اللي في ايدي دي اللي هي لونها ابيض، هتلاقي لونها الاصفر ما تجيبهاش. يا نعم عينيا. حاضر. حلو. مخرجنا طلب مني طلب، عارفين ايه هو؟ هو ده. يا فندم تعالوا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. هنلف مع بعض عجينة الاسبرينج رولز، هنحط شوية كده اهو. واحد، اثنين، ثلاثة. طب ما لقيتش العجينة دي يا مغازي، سعرها غالي شوية، مش موجودة في المنطقة اللي أنا فيها، مش موجودة في السوبر ماركت اللي أنا فيه، أعمل إيه؟ هاتي عجينة الجلاش. هتقوم بنفس الغرض بس هتخليهم طبقتين فوق بعض. حلو قوي. الاسبرينج رولز لما نيجي نلفه بنلف الورقه كده على شكل نجمه بالشكل ده كده. حلو الكلام. هقول لك ليه دلوقتي. تشكيله من السي فود معايا جاهزه. بنجيب شوكه السي فود، اخباره ايه؟ استوى. الله، ده جاهز دلوقتي. انت تقدر تعمل اللي انا بعمله ده، تحضريه وتجهزيه كده. ولادك يتجمعوا على خير على طبليه واحده، ويا ريت الطبليه تلمنا وترجع تاني. ولادك يتجمعوا. نعمين اهو، عينيا اهو، هو ده اهو. الجمبري بيتنطط في قلب الكسرولة. عايز اجيبه لك الكنترول يا شفيق؟ قول لي عايز ايه يا غالي. العب اهو. حلو اهو، جمبري صبيت. مهم جدا وانت بتعملي السي فود بتاعك تكون حريصا ان يكون مطبخك نظيف بالشكل ده كده. ده جهزتيه وحضرتيه، ولادك يتجمعوا على خير، بنقدر ان احنا ايه نحط الرز ويتقدم مباشره. ناخد معانا الاسبرينج رولز دي شعريه اهي، بحط مع الشعريه دي شويه جمبري وواحده كاليماريا. الله، تتلف ازاي دي يا شيف؟ يلا يلا مع بعض. بحط ايدي كده كده والفها كده. فاكرين في رمضان الشهر الكريم جاي على خير ان شاء الله بالحب وجاي بخيره؟ الدقيق بتاعنا بتاع ايه؟ عجينه السمبوسه. واقفلها كده بايدي واحط هنا. يلا مع بعض نعمل شويه. خلي الحشوه دي هنا. تاني الشعريه، كمان شويه شعريه. طب الشعريه دي مش في المنطقه بتاعتنا؟ الشعريه البيضه الحلوه دي كده. نستخدم انهي نوع من الشعريه؟ الشعريه بتاعتنا البيضه اللي بتعملها مع رز بشعريه، هتبقى زي الفل. ما لقيتهاش مفيش مشكله، حطي كابوتشا، حطي كرومب، كرومب الابيض والاحمر الاثنين مع بعض. ده سمك يا شيف النهارده؟ ايوه سمك النهارده، بس بطعم تاني وبشكل تاني. ادي الجمبري،
وادي الكاليماريا، وادي الجمبري، جمبريا دي كبيرة، وادي الكاليماريا حلو. يا نعم ممكن يتعمل بالفراخ، الله عليك يا عم، تعال اشتغل مكاني والله. بيقول لي ممكن، مش عايز اعمل سي فود، اعمله بالفراخ. اه ممكن يتعمل بالفراخ. ازاي؟ هنجيب صدر الفراخ يتقطع شرايح رفيعه كاننا بنعمل شاورما، ياخد شويه فلفل جوليان متقطعه يعني رفيعه، معلش المصطلح ده، وبعد كده برضو ياخد زيت سمسم، ياخد صويا صوص، عندك شعريه حط مفيش مشكله، عندك مكرونه سباكيتي حط شويه مفيش مشكله كده. الحشوات تمام، كل واحده واخده حقها زي الفل، يلف مع بعض. اه جيب لي بقى مخرجنا التفاصيل في لف الاسباريج رولز بتاعنا. اهو اهو حلو قوي. اهو الله. اهو نفس القصه. العجينه دي للامانه احلى عجينه ممكن تشتريها بدون ذكر اسمها، بس انا اقول لك علامه برؤيه العين، تجيبي اللي لونها ابيض، ما تجيبيش اللي لونها احمر او اصفر، خلي بالك هتفك منك في قلب الزيت. طب دي بيستخدموها في ايه؟ بيستخدموها في طبقات غير انك انت تقليها في الزيت. اه ما العجينه دي بتستخدم زي عجينه الجلاش. اه لفيت كام واحده كده تقريبا، دخلنا تقريبا في 10 زي الفل. نلف كمان، معانا وقت، ما تخلونا الف لغايه لما اطلع فاصل، ايه رايكم؟ حلو الكلام. يلا انا هبدا الف، احط شويه تاني هنا عشان جاي على بالي الف لي 5 6 7، لان ابني عازم صحابه النهارده، جوزي عازم صحابه النهارده، عايز ياكلهم اكله حلوه مختلفه. هنلف الاسبرينج رولز مع بعض بالسي فود، وتعالوا مع بعض ناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير، ونرجع مع بعض نشوف مع بعض نعمل السمك الفيليه كرانش ازاي، او نعمله كريسب ازاي. معانا كمان فرايد رايس جاهز معانا، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. نشوف مع بعض الاسبرينج رولز في قلب الزيت بيتقلي. مخرجنا الجميل حبيب هارتي. انزل بيه كده. زي الفل. تحميره تقديمه. فله مشيت خالص. اللهم صل على النبي. ايوه العب. ده اللي كان بيتلف معانا من شويه. نغدي الزيت شويه، عايز اقدم معاه صوصات انا حبيبها، قلت لحضراتكم هنقدم صوصات معاه. معانا الليمون المعصفر اللي سال عليه الاخ الكريم اللي اتصل من شويه وشكرنا. نعمل الصوص الحلو ده كده مع بعض، بساطة سهولة مرونة. معانا قرن فلفل حار بنحطه هنا، ليمونة معصفرة، وكمان قرن فلفل حار حلو، عصير ليمون، شوية فليفلة حلوة. ده الصوص ده بتاع الاسبرينج رولز، شوية كزبرة، شوية شبت حلو قوي، بحط معاهم معلقة مايونيز تديني قوام. كل دول يا شيف مع بعض في قلب الكبة. اللهم صل على النبي. يلا
خلص الكلام نشيلها كده، بنقدمها بشكل لطيف هنا. شفت ازاي؟ اهو معايا فلفل بحطهم هنا كده، حاجات لطيفه كده بثلاثه تعريفه. نقدمها هنا كده ونخلي دي للمايونيز بتاعنا. ما تكلفيش نفسك، كله من مطبخك. والحاجات دي الاولاد بيحبوها قوي على فكره. ناخد الطبق الحلو ده كده ونروح عند الزيت. عينية، دلعني، زي ما انت حابب بقى. عايز صوص سبايسي شوية معانا، معانا مايونيز، ممكن نحط كاتشب، تومية، عبارة عن مايونيز وتوم حسب الرغبة. ألف هنا وشيفة للي ياكل. نخليه هنا ولا نجيب على الكنترول؟ زي ما تحب. نشيل ده من هنا، اهو ماشي تمام، حلو قوي.